جاب لك العقد. خشي برجلك اليمين، خشي في اي حته، بخش برجلي اليمين اساسا. الارض احفظي بعينيكي، منوره يا هانم. هي فين؟ انا مشتاقه. مستنياكي جوه، اتفضلوا. دي طايرة يا ولا. نورا يا خالتي، انت بتصدقي في الكلام ده؟ اسكتي يا ولا، انت شايف ده؟ يلا اتكل انت على الله، يلا ما تنساش تيجي الساعة 6 عشان راح الجيم. سلام. لا لا لا، هتنسعيني هرجع عليك المية. ايوه انزلي، روحوا له انتوا الاثنين، هو في الحمام بيستحمى دلوقتي، خلوا منه الصابونة، انت حتة اخوك حتة، وقفلوا عليه لحد ما يموت. اهلا. السلام عليكم يا ستي. وعليكم السلام ورحمه الله. قطه. اهلا اهلا اهلا. الريحه اللي دخلت المكان دي في حاجه عجيبه. الواد ده مين؟ الواد ده حمدي ابن اخت. حمدي ابن اخت بتعرفيه؟ ها ها، ده برسامجي مدمن مخدرات، وصايع كمان. ايوه رانيا مصرف بتاعت العجمه، تعرفها؟ ايوه ده صايع، ده صايع. طلعوه بره بره بره. ليه يا ست؟ انا عملت حاجه؟ الواد عليه مارد ونوع وحش، بيتبرز في المكان. بالك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. انا عارفه انا عارفه. يا واد بتقول عليك مارد بيتبرز، اخره ماشي يا خالته، اما اشوف اخرتها. اخرتها هتين عليك يا حبيب. ايه موضوع الوليه دي يا بشاندي؟ نصبه زيك ولا ايه؟ ده يا استاذ حمدي، ده بجد، دي وليه مبروكه. انا هعرف اذا كانت مبروكه ولا الله يبارك فيك. اللي عليها حضروا. مالك يا خالتي نوسة؟ اصل عامله تليفونات كلها على الفايبريشن، اما بيرنوا مع بعض بيبهدلوني. الو. ايوه مدام سوكار. ايوه احنا اللي نقوله نعيده، قلت لك خلاص جوزك ده هبهدله لك. صدق بالله هجيب له تبول لا ارادي. يبقى قاعد كده لا ارادي يتبول قدام الناس. كيس قهوه بس انت ساعديني، هاتي لي حاجه من قطره. يا ست انت فانيلة ايه وسراب ايه؟ ده كان زمان في الفلاحين الكلام ده. انا عايزه حته من ودنه، تقطعي الحته اللي من تحت الطريه دي اللي تحت الارقوسه. ايوه وانت خارجه تضربيه بالسكينه ببطنه، الدم بيعمل معانا سخن. ايوه. لا لا، ده انت اختي. طب يا حبيبتي بالسلام بالسلام. قطعوا النسوان ودوستهم. ازيك يا بنت سعاد؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا نوال؟ عرفت يا سمينه ازاي؟ انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي؟ عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي. ايه اطلع لكم روحي واكلمكم عشان تصدقوا؟ ازيك يا بت؟ الحمد لله. عارفه انت جايه ليه؟ طب احنا جايين ليه؟ عشان العقد الفالسو. لا مش فالسو. لا الجديد اللي ما تعرفوش انه فالسو. طب هو فين؟ في الحفظ والصون. مايكل. يس. الو. ورز عقد. عقدك ده؟ نو ات از نوت. يا ولية اتأكدي. لا يا ستي مش عقدي. امسك، انا قايله لك انت مش نافع معايا ومش هتكمل معايا، ما شفتش خلقتك هنا تاني. كم هير كم هير. في داهيه. اصل ده خواجه طاري. بصي العفاريت البيضه زي الفراخ البيض، ما تبقاش جامده. انا دلوقتي هجيب لك اصل الشغلانه، شغال معايا بقاله 35 سنه. جامايكا. منو يا ماما؟ حظك حلو صاحي. جامايكا. منو يا ماما؟ بس يا بنت بس خلاص، هم جايين ليه يا اختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي هتعبيبي ايه؟ جامايكا. منو يا ماما؟ تعالى تعالى. فين العقد؟ منو يا ماما؟ عقدك ده؟ ايوه عقدي يا اخويا. جدع يا جامايكا. منو يا ماما؟ دقيقة واحدة تاكل؟ منو يا ماما؟ بيموت في الجبنة النستو بيحبها حب. معاك حد؟ منو يا ماما؟ طب خد فرقوا على بعضيكم. منو يا ماما؟ سلامة. منو يا ماما؟ أصل هما لغتهم كلمة واحدة فتلاقيها بتتكرر كتير. عشان تسمعي كلام أمي. مين اللي كان سارقه يا خالتي؟ انجوي جنب ماما. مين اللي كان سارقه؟ لا اسمع اما اقول لك، انا اللي ستره ربه ما فضحوش، بس انتوا عشان حبايبي انا هعمل لكم اوبشن. بص انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه، لو هو اللي سارقه راسي هتعمل كده، لو مش هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور.
اهدى بقى ان شاء الله. زعلانه ومقهوره كده، زعلانه ومتنكده، لانك اول ما قلت الاسم شفت واد طاهر نقي نبي من عيله وعيله حلوه كمان، ابوه زعبله وبلاوي. أيوة. ببلاوي ابوه شايفاهم قدامهم، ابوه بيقيس حاجه طول النهار، بيشتغل في المساحه. ترزي حريمي. ايوه يعني بيقيس يعني. لا ناس محترمه قوي يا سعاد، ما يعملوش كده. لا 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 ربنا يخليكي. خدي يا اختي فضله خيرك حاجه كده على قد ما اقصد. ايوه ليه ده ما عندكيش نظر، وانا محتاجه فلوسك، مش شايفه كام خويسه وخاتم في الخنصر وخاتم في البنصه؟ بلاش دول، قفط الموبايلات دي كلها مش عاجباكي غير اللي في الصحن جوه؟ يلا يا حبيبتي هاتي بيهم ترمس. ربنا يخليكي. يلا جامايكا. الو يا ماما. طب كويس انا بطمن عليك، احسن قالوا لي في مطر في اثيوبيا. الو الو. ايوه مين؟ انا نوال يا عم. نوال؟ اظن يا نوال بعد اللي حصل افضل انك تبعدي عن ابني. يا نوال يا عمي ده كان سوء تفاهم وخلاص، احنا جبنا العقد. ومين اللي جابه؟ واحده اسمها الخاله نوسه. وخارج كامل وليه دي؟ ما خدتش ولا مليم، دي ست واصله قوي وقالت ان تيمور بريء. يا عم خلص بقى، كرهتني في وشي يا ابني. النحت ده بيبين روح الشخصيه، وانت وشك فيه حاجات كتيره جدا لازم تبان. تبان ايه ونيله ايه؟ انا هيغمى عليا انا ما فطرتش، وبعدين انا بكره التماثيل. بذمتك انا قلت لك اعمل لي تمثال؟ كلها 5 ساعات وخلص. 5 ساعات ايه؟ انا مش عايز. اوعى تبوظه وشي وانا حر فيه. يا شباب تيمور انت حر. ايه الاخبار؟ زي الفل، كله تمام زي ما انت عايز. هتبقى ستار. بقول لكم ايه، مش عايزين غلطه ابوس ايديكم، عايز الناس كلها تامن ان الخاله نوسه دي سرها باتع كده. منى نوال هتوافق على الجوازه وهي مغمضه. وهي ايه؟ مغمضه. Attention, un retour, retour, retour. Attention, un accident. Quoi? Ma belle, je sois. Attention. تلاقوا في الضلمة 1000 قمر. بنحب يا ناس نكذب لو قلنا ما بنحبش. ترارا. الأغنية دي مش بتفكرك بحاجة؟ بتفكرني بأمك اللي رقصت لأبويا والملح اللي سففته لنا. هو عمي ما قالكش على اللي حصل؟ على إيه؟ خالتي نوسة. أنت هتمشي ورا التخريف دي أنت كمان؟ نوال ما تنسيش ميعاد النهارده عند خالتي نوسه. لا ما تخافيش يا حبيبتي انا فاكره. انت رايحه عند الولاد دي ولا ايه؟ وهي عارفه ان انت رايحه؟ لا انا واخده البنات ورايحه لها مفاجاه. طب افرضي ما كانتش هي هناك يعني. لا ما تخافش يا بشندي اللي مديني الميعاد. هتروحي على بالليل صح؟ لا كمان نص ساعه كده. ليه كده تزنقوا الناس؟ افرضي عندهم حاجه. يا ست انت قوم. قوم عمتك ماتت. ايه؟ عمتك ماتت تاني. ايوه قوم يلا فوجا. قوم خالك عايز يموت. هيموت. يلا. انت رايح فين؟ الناس اهاليها ميتة. يلا. طب مش تستنى احكي لك على اللي حصل؟ عندي زفة لازم الحقها. يلا. إيه؟ يلا. بيا في حياتك. يلا ربنا يفيك شر الغفلة. بسرعة. بسرعة. اوعى غور. لا مش وقته. يا رب عصره زي ما عصرتني. كان يوم اسود يوم ما دخلت الزفت. يا نهار العام. ايه حوش عني كنت ارمسها يموتني. هتحمل ما تشيلش هم، دي ست واصله قوي. انت ايه؟ مين قالك تدي موعد للناس؟ ده كل واحد دفع 200 جنيه. 200 جنيه
يا نهار اسود، وكمان خدت منهم فلوس. اوعى تقول الكلام ده قدام تيمور، انت فاهم؟ انت ايه؟ امور النصب لسه بتجري في دمك. امشي امشي، ولا اقول لك خدني معاك ما تسيبنيش انا لوحدي. يهمني الله. الله اثبت مكانك، لا تولع وانت واقف. اثبت مكانك والقلوب يا وسط. اتفضل اتفضل، انت يا راجل بتستهبل، مش عيب تخش على وليه كده من غير ما تستأذن. افرض قلعه ولا مستحمى، افرد سرحانه بحاجه قليله الادب ومش عايزك تشوفني، تدخل كده عليا خلوتي. اتفضل اتفضل. استنى، انت عميت وعينيك البعيد، مش شايف عيل بيرجع ويودي روح لامك. كهرمانه لما عيالك، عندي شغل. موضوع اسمي عابد البلاوي، المهنه تنزي حريمي، سن 42 سنة. تعتبدب من أولها 58 سنة، ومولود في المحلة، وتعمل لك عمل زمان وترمى في حلة. وحلة يا حلة، ليلة نطين يا حلة. حلوة؟ عجبك ايه؟ محفل محفل، مالكش دعوة اللي بيدور هنا. ها؟ أنا جاي من طرف نوال. معلش، عشان النوالات كتير. يكون سلبتي نوال بتاعت الأردن، وانا بحبها. لا، نوال بتاعت الأردن. أدي بنت غلبانة يوم ما سرق منهم عود وجبناه. أنا بقى جاي مخصوص، عاوز أعرف مين اللي خد العقد ده. حضرتك في النيابة؟ لا يا فندم. أمال إيه جاي؟ اللي أنت مالك ومال ده شغل، مالكش أنت دعوة. معلش. اللي معلش، إحنا ما نفضحش حد، جبنا العقد وخلاص. من فضلك، العقد ده أنا اتهمت بالسرقة أنا وابني وحيدي في هذا العقد. ما أنت شكلك حرامي. لا، من فضلك، أنا ترزي حريمي. أنا مالي ترزي حريمي ولا ترزي خرفان؟ أنت جاي تحرق دمي؟ خلاص، عقد السرق والإناء، اتكل على الله. يلا بقى، يلا، أنا في حاجة بتجري في دماغي مش عارفة إيه هي. اتكل على الله بقى، ترقنا. سبحان الله. ده بإيه، إنه اتجنن ولا إيه؟ سبحان الله. في حاجة يا ساتر؟ يخلق بشبه 40، حضرتك شبه المرحومة مراتي الخالق الناطق. الله يرحمها ويحسن إليها. الله يرحمك يا زبايد. الله أكبر. حضرتك تعرفيها؟ الأرواح بتتلاقى في ملكوت الله. أمان عليك، لو قابلتيها قولي البنطلون الأزرق بتاع الببلاوي حطيتيه فين؟ هم فين؟ نسيت؟ ما أنت قصيته وديته الواد ابنك، وقعد يعيط لك يا عنوم عشان تجيب له بنطلون جديد. صح صح صح، الله هو أكبر. رسمة العين، مناخير الصيحة. برأيي بقول له انت كده هتجرجرني للرزيلة، وانا بصراحة بحبها. اسيب شغلي واكل عيشي بقى واروح للرزيلة معاك؟ لا لا، رزيلة انت فهمتيني غلط. يبقى انه اتجنن ولا ايه؟ الجسم اللي قدامي المتفجر انوثة ده، نفسي البسك فستان بقصة ايدي انا. ان شاء الله اجيلك الورشة. انا ورشتي في بيتي، وعنوان بيتي 13 شارع عبد الحميد، عبد الحميد في الجيزة. الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا واصلة يا جامدة. ازيك يا نوال يا بنتي؟ ازيك يا عمي؟ حد الله بيني وبينك، أبدا ما سلمش عليكي قبل ما ترموا بلاكم على الناس الأشراف وتتهموهم بالكذب. اتأكدوا الأول على عموم الست اللي انت داخلها دي بترمي الكذابين في النار. ما تزعلش نفسك والنبي يا حاج. يلا بتنمي. الفلاية دي ضيقة قوي، مفيش حاجة. هما اللي كان بيجري في راسي هيجنني ده. أملة دي؟ لا، ده فار. كنسي أملة عاملة نفسها فار؟ القصد جبتها يا بسكلة. اهلا اهلا اهلا، لمؤاخذة اتفضلوا. يا اهلا وسهلا، شوف دخلة الحريم تسرح كده، التنير رجالة قطع يقفلوا اليوم. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا سكينة؟ ازيك يا كتاكيت؟ اهلا اهلا. الكتاكيت بقى مكسوفين، انت عارفة بنات اليومين دول بيتكسفوا. لو في كسوف وفي حد غريب، ده انا خالت. بص، عشان انفكوا كده تحبوا اقلع لكم مالت؟ والنبي اقلع مالت سعيد. ايوه، اهلا اهلا اهلا، مساء الله. مواضيعكم سبقاكم. الله 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 الله، غمضي عينك يا حلوة يا ام قصة انت. يخرب بيتك وبيت اللي رباك. البنت دي متجوزة من ورا اهلها. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت قلتيه ده يا خالتي نوسة؟ انا مش ممكن اعمل كده ابدا. كدب، هتاكلي بالسبسب وهحط وسف في النار. متجوزة من ورا اهلك وبتضربي بانكو. ها؟ هي فعلا يا خالتي متجوزة عرفي وجايه لك تشوفي لها حل. الله يخرب بيت بتوع العرف وسنينهم، دايما يجوا بعد العرف. مفيش واحدة فيهم تيجي قبل العرف، لا، يجيبوا البلوى وييجوا بيها. يا ساتر يا رب.
ورينا يا ابني ورينا ورينا. الواد ده اسمه وائل يا بت. طب بصي بقى، الورقة اللي كتب عليكي فيها يا هبلة سايلها عند واد اسمه سيد في العباسية، تروحي تجيبيها منه وتقطعيها. الواد ده مش بتاع جواز. يلا يخرب بيت الجسم يسأل منها اللي عليها جامد يا سعاد. طيب يا ستنا قولي لي بقى موضوع بنتي ايه؟ والنبي ما تقلقي على بنتك، تعالي يا امور تعالي يا حبيبي تعالي يا ماما تخافيش. ما شاء الله ما شاء الله يا اختي بطه بطه. تعالي تعالي تعالي. كل حاجه كل حاجه. بقول لك ايه يا حلوه، الواد اللي انت بتحبيه قليل كده وفي دايما حاجه هامه على ظهره كده، شايل نخله شايل بلكونه الكونترباس. ماليش دعوه يركب ميكروباص يركب. لا لا الكونترباس يا خالتي. المهم هو كده. الله 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 الله. اسمه ايه؟ امور. تيمور. تيمور. الواد ده ابن حلال يا سعاد. بس قوي يا خالتي. واحده هنا خالتي كمان يا اختي بطه. الواد ده هيسعد البت دي، خلي بالك الطالع بتاعه حلو حلو قوي. ايه ده وده وقت؟ استنى ما اقول لك بنت يا سعاد. هقولها هقولها. لا تسمعي ده ما يطلعش بره. البنت بنتك دي غلبانه، لو ما اتجوزتش الواد اللي بتحبه في ظرف 7 ايام هتتعقد وهتموت في حاسه موسيقى. يا مصيبتي يا اختي يا مصيبتي يا اختي يا حبيبتي يا بنتي. لا لا بكتاب الله الاسبوع الجاي اتجوزها له. الحلاوه ليكي يا ستينا. ما باخدش حلاوه يا حبيبتي، دول عيالنا. طب استني كده، انا عاوزاكي في موضوع يا ستينا. عينيا عايزه فلوس؟ انت كويس يا بنت، انا خالتك، انا معايا 170 جنيه فايدين من التومين تاخديهم. لا مش عاوزه فلوس، عاوزه احاوي عفريت ابن عفريت ابن حين يطلع عيني الوليه معاطف اللي مجنناني مطلع النخل في عينيا. رخاوي؟ ايوه. تيجي في السكه دي ليا؟ هتستحملي احكامه على راسي من فوق؟ اخليك تنقي، بس افتكري ان انت اللي اخترتي. ابعت لي اخر 2 في الكشف يا حبيبي.